خلينا نخرج لتقرير اتسجلناه مع دكتور طارق الأدور قبل المباراة، نشوف قال ايه وترجعوا لنا مرة تانية. في البداية نحب نعرف من حضرتك دور اللجنة الإعلامية داخل البطولة. الحقيقة البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي في النادي الأهلي، ومن ثم اكتسبت يعني أهمية خاصة. كل ما النادي كبير زي النادي الأهلي بينظم بطولة كبيرة زي بطولتاي أفريقيا للأندية الأبطال سواء على مستوى الرجال أو السيدات، كل ما ينظم عدد بطولات أكتر الكوادر الإدارية بتحصل لها تطور، بيحصل خبرات أكبر من كل مرة. والدليل على ذلك ان انا من وجهة نظري كحاضر للبطولة اللي فاتت، السنة اللي فاتت نفس البطولة ديت وبطولة الرجال، والسنة دي النادي الاهلي هينظم نفس بطولتي السيدات والرجال، في تطور كبير جدا في الناحية الادارية وفي التنظيمية. النادي الاهلي نجح حتى الان في تنظيم بطولة جيدة، كل عوامل التنظيم متوفرة بشكل جيد جدا. على المستوى الاعلامي اللي انا بتكلم عنه، في كل الامور او التسهيلات للناحية الإعلامية متوفرة، وعلى رأسها طبعا شبكات الإنترنت اللي عن طريقها الإعلاميين بيبعتوا الشغل بتاعهم إلى الخارج وإلى مصر، دي متوفرة بشكل جيد جدا. أيضا في توفر الفرق المميزة في البطولة، كل الفرق الكبيرة في أفريقيا، لدرجة إن احنا نقدر نقول البطولة ديت من أول ما بدأت سنة 1986 فاز بيها 8 أندية، 7 منهم موجودين هنا. يمكن النادي الوحيد اللي مش موجود من الأبطال السابقين هو نادي الافريقي التونسي اللي مش موجود في البطوله ديت، لكن عدا ذلك كل الانديه الكبيره، النادي الاهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بيها 9 مرات موجود، نادي بايب لاين ثاني اكثر الفرق فوزا بالبطوله، وهو بيلعب على فكره دلوقتي نادي الخطوط الانابيب او بايب لاين الكيني، موجود النهارده فاز بالبطوله 6 مرات، نادي السجون الكيني اللي هو بريزونز موجود برضه هنا وهو فاز باللقب 5 مرات، عندنا برضو نادي جي اس بي او المجمع البترول الجزائري موجود، نادي الشمس اللي وصل للنهائي بطولة العام قبل الماضي موجود، نادي قرطاج التونسي هي عمل ثورة وطفرة كبيرة في مستوى البطولة في العامين الماضيين موجود برضو. يعني عايز اقول كل الابطال السابقين موجودين، وبالتالي هي البطولة من الناحية الاعلامية مميزة ومن الناحية ايضا الفنية مميزة جدا، موجود كل القوى الكبرى. بطولة افريقيا لكرة الطائرة السيدات طبعا ليها نسبة مشاهدة كبيرة ايضا خارج مصر في دول افريقيا، يعني عايزين نعرف دور الاعلام افريقيا كمان دكتور. هو الحقيقة الاتحاد الافريقي استحدث نظام البث المباشر، وده موجود في لائحة البطولة بجانب النقل التلفزيوني عن طريق القنوات التلفزيونية طبعا، ورأسها قناة النادي الاهلي اللي فيها مشاهدة جيدة جدا وممتازة، مش بس في داخل مصر ولكن ايضا في الوطن العربي كله. اوقات كتيرة جدا بيجي لي فيدباك من مشاهدي قناة الاهلي عبر يعني الدول المختلفة وزي الدول الشمال الأفريقي، تونس والجزائر والمغرب وليبيا، هي مشاهدة كبيرة جدا. لكن الأهم بقى أن البث المباشر اللي بيعمله الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة على مدى 3 سنوات اللي فاتوا أصبح دلوقتي في ازدياد مستمر، في ناس كتير جدا بتتابع البطولة بره. اللي ما يعرفوش يعني متابعي الكرة الطائرة في مصر ان في بعض الدول المشاركة هنا عندهم الكرة الطائرة لعبة شعبية اولى، يعني ربما متابعتها اكتر من متابعة كرة القدم وكرة السلة واللعبات الاخرى. وعلى رأس الدول ديت كينيا اللي موجودة هنا ب3 اندية مختلفة، نادي بايب لاين ونادي بريزونز ونادي كينيا كوميرشال بانك اللي هو البنك التجاري الكيني، 3 اندية لهم شعبية كبيرة جدا. انت لو رحت في كينيا شفت مباراة كرة القدم ايا كان النادي اللي موجود فيها، وشفنا مثلا ايام ما كان جورماهيا بيلعب مع نادي الزمالك في بطوله الكاس الكونفدراليه، عدد الجماهير مش بحجم عدد الجماهير لو نادي مثلا زي بايب لاين بيلعب، بتلاقي صاله ما فيش فيها خرم ابره زي ما بنقول كده في المدرجات، شعبيه كبيره جدا للكره الطايره وشعبيه اكبر كمان للكره الطايره على مستوى السيدات، عشان كده الفرق ديت في متابعه كبيره جدا ليها. بيجينا اول باول كده على صفحات السوشيال ميديا سواء صفحات الفيسبوك او صفحات تويتر بيطالبوا ان النتائج تكون موجوده على طول، متابعات البث المباشر كبيرة جدا، فالبطولة ديت متابعتها خارج مصر وفي الدول الأفريقية كبيرة جدا. طبعا من خبرتك الإعلامية دكتور، شايف مين الحصان الأسود المرشح للبطولة طبعا بجانب بطل أفريقيا النادي الأهلي طبعا؟ شوف، هو في خريطة الكرة الطائرة الأفريقية كانت لغاية سنوات قليلة مضت
كانت بين أندية مصر وكينيا، دول الأكثر تواجدا. أندية مصر طبعا لم يفز نادي بالبطولة إلا النادي الأهلي، يعني 9 ألقاب المصرية كلها من النادي الأهلي، بينما أندية كينيا كان فيها تنوع شوية، عندهم نادي بايبلاين فاز باللقب 6 مرات، نادي بريزون فاز باللقب 5 مرات، نادي كينيا كوميرشال بنك فاز باللقب مرة، يعني عندهم 3 أندية فازوا ودايما موجودين على مستوى المنافسة على البطولة. ما حدث من جديد في السنوات الأخيرة دخول أندية تانية في المنافسة بكل قوة، زي نادي قرطاج اللي ذكرته فاز باللقب عام 2017، وهو نادي من الأندية الكبيرة جدا، الأندية اللي دائما بتنافس على اللقب. أيضا الأندية الجزائرية، نادي المجمع البترولي اللي هو المولودية سابقا موجود دلوقتي على ساحة المنافسة وموجود في البطولة هنا بشكل مميز جدا. امبارح فاز على نادي الشمس 3-2 في مباراة الحقيقة نارية، زمنيا هي أطول مباراة في تاريخ الكرة الطائرة الإفريقية، وده موجود دلوقتي على السوشيال ميديا وعلى كل الميديا أوتلتس، إن هو أطول مباراة في التاريخ، استغرقت بالضبط 2.5 ساعة. ما فيش مباراة في تاريخ الكرة الطائرة على مستوى السيدات استغرقت 2.5 ساعة إلا مباراة الأمس دي بين طبعا المجمع البترولي ونادي الشمس، استغرقت 2.5 ساعة فاز بيها نادي المجمع البترولي، وكانت واحدة من أجمل مباريات البطولة حتى الآن. ففي أندية كتير منافسة، هي الأندية اللي أنا ذكرتها دي في الغالب مش هيخرج منها نادي بطل لهذه النسخة إن شاء الله. أخيرا، شايف تنظيم البطولة اللي بتنظمها طبعا النادي الأهلي للسنة الثانية على التوالي، شايف تنظيم البطولة زيها يا دكتور؟ يمكن أنا بدأت الكلام وقلت لك إن دايما الخبرات بتزداد مع تنظيم مثل هذه البطولات. لو قارنت من التنظيم في اليوم الثاني دلوقتي السنة اللي فاتت والسنة دي، لا، في احترافية كبيرة جدا في التنظيم السنة دي عن السنة اللي فاتت. حتى لو قارنا، النادي الأهلي على فكرة بينظم البطولة دي على مستوى السيدات على وجه التحديد للمرة السادسة. أكتر مدينتين نظموا بطولة السيدات ديت القاهرة ونيروبي. في القاهرة نظمت 6 مرات كلهم عن طريق النادي الأهلي، وفي نيروبي أيضا نظمها الاتحاد الكيني، بقى مش نادي معين، نظمها 6 مرات. فإذا طبعا بالتأكيد القاهرة والنادي الأهلي هنا في موقع البطولة هم من أفضل الأماكن اللي عندها قدرات وعندها خبرات في التنظيم دلوقتي على مستوى الكرة الطائرة.